الحكومة كما كتشوفوا يعني من فتحة على المحاورين المؤسساتيين، جلسنا مع النقابات، تكلمنا، عملنا اتفاق في هذه تقريبا سنة، وهذاك الاتفاق مشينا فيه في واحد العدد ديال لي زيتاب، وصلنا للديكري اللي خرج. اخوان النقابات قال لك اودي ماشي هكا كنا كنشوفوه، قلنا ما كاين مشكله، جي نجلسوا ونعاودوا نجلسوا ونعاودوا نتناقشوا. وجلسنا مع الاخوان وفتحنا النقاش وقلنا غادي نمشيو باش نديروا واحد الاتفاق اللي هو جديد، اللي ياخذ بعين الاعتبار واحد العدد يعني الاشكاليات اللي هي مطروحه. اتفاقيات خدمنا مع نقابات اكثر يعني تمثيليه اللي وقعت على الاتفاق، ها لا الاف ان او كانت معنا في الطرف الاول وفي النقاش وفي الحوار وكانت مواكبه. نهار التوقيع ما وقعوش جو سي با بوكوا، ولكن كانوا يعني مساندين الحركه. من بعد جاء هذاك التراجع، دونك هما ما دخلوش في يعني في هذا النقاش. مع الاخوان اتفقنا كاين نقاش يعني على التمويل، هذاك الشيء اكبر يعني زياده اللي عرفتها اللي عرفها التعليم يعني في جميع الحكومات اللي دازوا هي هذه. والاخ اللي تكلم من لو ان تي ام ديال النقابه اللي تابعه للبي جي دي، بون داكشي علاش ما هضروش معاكم 10 سنين، هما ما تكلموش معاكم 10 سنين ما حلوا حتى اشكاليه. حنا جينا لقينا المشاكل كلها مطروحه وبدينا كنتحاوروا وبدينا كنتناقشوا وكنتناقشوا بايجابيه وكنحاولوا نلقاو الحلول. وماشي كنتاواو، مشينا في واحد السقف اللي هو عالي واللي غادي تقام بثمن كبير على الدوله، 10 المليار ديال الدرهم، هي هذيك 1500 ديال الدرهم، و2500 ديال 2500 ديال الدرهم هذيك هي كدير انت السياسه، راه ما كايناش، ماشي هكا كاينه. 2500 ديال الدرهم كاينه لكل الواحد اللي غادي يتخرج من المدرسه واللي غادي يدخل في السنه الاولى ديالو، غادي نزيدوا ليه 2500، هي 20000 واحد في السنه. حنا الان كنتكلموا على 360000 يعني الناس اللي هما كاينين. دونك باش نكونوا واضحين، دونك 1500 درهم راه وصلنا لواحد المستوى، راه الا بغيتوا بقاو لغاو الاساتذه يتخلصوا والموظفين يتخلصوا مزيان، الا بغى حتى واحد ما يتخلص يمكن بقاو نعطيوه في ارقام، ما يمكنش. وصلنا النهايه ديال النقاش في هذه القضيه ديال سميتو. بقاو نقاشات اخرى اللي هي الفئويات، اللي هي واحد العدد ديال المشاكل اللي مطروحه بالنسبه لهذاك. حنا قلنا بانهم مستعدين، اللجنه الوزاريه اللي فيها السي شاكيب بن موسى ومعاه السي القشاع ومعاه السي سكوري كتباشرهم، كتكلم معاهم، كتناقش معاهم، استقبلاتكم انتم، استقبلكم السي الوزير يعني لو ان ام تي، استقبلكم، استقبل يعني المكتب ديالكم، قال لكم اجي نجلسوا نشرح لكم اش كندير من زياره اخرى مع النقابات، ولكن فضلتوا انكم تبقاو في الاضرابات. انتم في الاضرابات، وخلينا ما تجاوبش معايا، انا عطيتك سميتو، فضلتوا انكم تبقاو في يعني في الاضرابات. الاف ان او بقاو معاهم في الاجتماع حتى نهار السبت في الصباح باش نتفقوا، وعطيناهم يعني بانه كاين واحد السقف اللي ما قدرناش نفوتوه، قلناه لهم وتفهموه، ولكن كاين مسائل اخرى اللي فئويه والمسائل اللي هما المشاكل هذو، قلنا لهم كان تجاوب جد ايجابي ديال الوزاره معاهم، وقالوا لنا بانه غادي يمشيو وهما خرجوا ايجابيين من الاجتماع، غادي يمشيو للقواعد يتكلموا مع القواعد ديالهم وغادي يرجعوا، وانا كنت مستعد انني نتلاقى بهم نهار الحد. بلي
وقع اللي غادي يوقع، قالوا بانه غادي يبقاو في الاضرابات. وقلنا لهم اودي الله يخليكم نفكوا هذا المشكل اليوم السبت ولا الحد، لان نهار الاثنين هو اخر وقت اللي يمكن لنا نحسموا فيه في هذا الشيء ديال الاقتطاعات، لان الا مشاو ما عندنا ما نديروا. فضلوا انهم يمشيوا للاقتطاعات. واش الحكومه خلات شي حاجه؟ واش تقدر دير الحكومه شي واحد فيكم بلاصتي يقدر يدير شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي يدير؟ لا. ولكن ما نخليوش ولادنا اوطاج، ما يمكنش. شي حاجه وقع، شي حاجه وقع، وهذه ماشي مسؤوليه ديال الحكومه فقط، هذه مسؤوليه ديال الاباء ديال المواطنين. ما يمكنش نخليو هادشي وكنتفرجوا فيه، راه عملنا اللي يمكن. كيفاش كتجي وكتناقش وبلاتي ونمشي نشوف وبلاتي ونشوف هذا ونشوف هذا في واتساب اش قال؟ ما يمكنش، سي با بوسيبل. هذه دولة المؤسسات. الا شي واحد ما بغاش هاد الدولة المؤسسات يقولها لنا. ولكن راه ما كنشوف شي غرض اخر، اللي هو في صالح التلميذ. حنا والله القسم ما تعطات هذيك 10 المليار ديال الدرهم وداك الشيء الاخر اللي تعطى كذلك غادي نديروا ليه التقييم ديالو، الا باش نصحوا واحد الوضع ديال الباسي ديال هاد الاساتذه وفي وجه هذوك الوليدات ديال المغاربه. بالله القسم العظيم والباب مفتوح، والسي شاكب بن موسى والسي السكوري كانوا جالسين معنا هنا، خرجوا مع ربعة وعندهم اجتماعات مع النقابات الأربع، والآن كيتناقشوا وزايدين، وغادي نمشيو إن شاء الله من هنا لآخر الأسبوع ولا في بداية الأسبوع غادي تكون اتفاق تقريبا على جميع البنود ديال لي ستاتيو اللي خصهم يتبدلوا. واللي بغى يدخل الحوار وهو مؤسستي مرحبا به، الحوار مفتوح. وما بغينا إن نحسنوا الوضعية ديال الناس، وما عندنا شي سوء نية، ما عندنا شي حاجة اللي هي خايبة باش نقولوا هذا ولا هذا. ولكن اسمحوا لي، هادشي ديالكم كلكم وديال المغاربة كلها، ماشي حنا حكومة ولا أنا بوحدي ولا وزير التعليم، راه ولادكم هادو. سي با بوسيبل، ما يمكنش، ما يمكنش نقبلوا هاد لا سيتياسيون نبقاو نتفرجوا فيها هكذا وحابسين علينا هاد الناس. ما يمكنش. الناس يرجعوا للنقاش، يرجعوا للحوار، وشويه نجلسوا مهدنين، شويه ديال الهدنه ونلقاو سميتو. اما راه الامكانيات ديال الدوله راه كتبقى امكانيات محدوده، وكل ما تعمل فريمون اكسبسيونيل. ونزيدكم الموضوع الثالث، الاخر اللي غادي نتكلم عليه. 26 دقيقه. نعم اسيدي. دابا التعليم مع الاسف كل ما يمكن لي نقول هو هذا، لاننا اللجنه كاينه عند السيد وزير ديال التعليم، هو اللي متكلف. انا ما يمكن لي إلا نطلب من الإخوان أنهم يلتحقوا لطاولة النقاش والحوار، وحنا مستعدين ودينا مفتوحين. ولكن ما يمكنش، حنا بيان سيغ حنا كنقولوا بأنه من هنا الأسبوع المقبل لا نيغوسياسيون إي تيرميني في هذا الشيء هذا، واللي خدات بعين الاعتبار هذاك الشيء اللي قالت الإف إن أو، وهذا الشيء اللي قالوا النقابات بربعة، وهذا الشيء اللي كيقول الانتهام، وهذا كنحاولوا باش نشوفوا شي حل الوسط اللي هو موضوعي، اللي ما يمكنش يكلف الدولة شي حاجة أقدر من داك الشيء اللي كيتكلف.